بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الثاني مع أبناء الطلاب، طلاب مدارس علاء الدين، الحملة الفرنسية على مصر والشام في الفترة من سنة 1798 حتى عام 1801، يعني استمرت حوالي 3 سنوات. و الحملة كان لها عدة أسباب. السؤال بيقول لي: بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر؟ أولاً، موقع مصر المتميز بين الشرق والغرب. 2، تعويض فرنسا ما فقدته من مستعمرات في الهند وأمريكا الشمالية. استغلال موارد مصر المادية والبشرية. أيضا قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. وأيضا ممكن أضيف تكوين إمبراطورية فرنسية في الشرق تكون قاعدتها ومركزها مصر. سؤال آخر: لماذا اصطحب نابليون العلماء معه في حملته على مصر؟ عدة أسباب. 1، دراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال موارد مصر. انتقل إلى سؤال آخر: لماذا حمل نابليون معه مطبعة عربية وأخرى فرنسية؟ لطبع المنشورات وتوزيعها على الأهالي. انتقل إلى سؤال آخر: لماذا تم هزيمة المماليك أمام الفرنسيين في كثير من المعارك، حيث كانت قوة المماليك قد استهلكت في النزاعات الداخلية فيما بينهم؟ أيضا، اعتماد المماليك على الأسلحة التقليدية كالفروسية واعتمادهم على المدافع والمعدات الحديثة، لم يهتموا بتحصين حدود البلاد لمواجهة أي أخطار محتملة. إرسال نابليون منشور للمصريين قبل وصول الحملة لكي وأنه جاء إلى مصر من أجل محاربة المماليك وإنشاء حكومة وطنية يكون الحكم فيها للمصريين. وده بنقول عليه بقى إيه؟ جانب يعني عاوز ما يخشش في مواجهة مع يكتذب المصريين إليه وعدم مقاومته. طبعا يعني قبل ما اخش على السؤال ده، طبعا بيقول لي: ابحرت الحمله الفرنسيه سرا حتى لا تعلم انجلترا بخط اتجاهها، خرجت من ميناء طولون في جنوب فرنسا، ثم وصلت الى جزيره مالطا وكريت واحتلتهم، وهناك اعلن نابليون انه قادم الى مصر للحفاظ على سريه الحمله. وصلت الى الاسكندريه وقاومهم السيد محمد قريم وتم إعدامه رميا بالرصاص، ثم دخلوا إلى شبرخيت ومنها إلى إمبابة. طيب نيجي بقى أهلي سؤال: أسباب فشل القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد المقاومة بقى. قال لي: بسبب طول الوادي وبعده عن العاصمة القاهرة مما أجهد الفرنسيين، واتباع الأهالي حرب المناوشات والمعارك المتفرقة مما أنهكت القوات الفرنسية. قيام المصريين، سؤال آخر: بثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798 بسبب فرض الضرائب الباهظة خاصة على التجار والعلماء، قيام الفرنسيين بتفتيش البيوت واقتحام الدكاكين بحثا عن الأموال، هدم أبواب الحارات والضروب لمطاردة عناصر المقاومة، هدم المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة.
ننتقل إلى سؤال آخر. الأزهر الشريف طبعا قديما وحديثا دوره كبير في الناحية الدينية وتوعية الأمة، فطبعا كان مقر للثورة القاهرة الأولى، نظم حركة الجهاد ضد الفرنسيين بأسلحتهم، نجح في مد الثورة إلى الأقاليم المجاورة. طيب هننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي الحملة الفرنسية على الشام سنة 1799. الحملة دي سببها تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا للاشتراك في طرد الفرنسيين، ارسال الدولة العثمانية حملة برية قادمة من الشرق من بلاد الشام يعني، وحملة بحرية قادمة من جزيرة رودس. رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني قبل وصوله إلى مصر، رغبة نابليون في السيطرة على مواني الشام، طيب رغبة نابليون في فك الحصار على الشواطئ المصرية، كل دي بنقول عليها أسباب حملة نابليون على الشام. الدولة العثمانية تحالفت مع انجلترا وروسيا، ترتب عليها ايه؟ الحملة الفرنسية على الشام. طب الحملة البحرية كانت جاية منين؟ جاية من جزيرة رودس. هدفها ايه؟ هدفها الاسكندرية، يعني عاوزين يضعوا الحملة ما بين الراحة، او ما بيقول عليه ما بين فكي كماش. سؤال اخر، عودة نابليون سرا لفرنسا بسبب وصوله اخبار سيئة عن احوال فرنسا وتحالف دول اوروبا بزعامة النمسا ضد فرنسا، فقرر العودة وتاركا الحملة للقائد كليبر. كليبر اول ما تولى الحكم كان يائس من نجاح الحملة، فدخل في عدة مفاوضات مع الدولة العثمانية عشان يمشي، وعقد اتفاقية العريش. طيب دي كل دي سؤال بمعنى واحد، ايه الاخطار اللي كانت بتحيط الحملة عندما تركها نابليون؟ سؤال اخر، اتفاقية العريش بين كليبر والدولة العثمانية، ليه كليبر رأى استحالة بقاء الحملة في مصر وعاوز يمشي؟ هقول له الاجابة واحدة. يبقى شوف الاسئلة كام سؤال، ثلاث اسئلة باجابة واحدة، فانا لازم اكون صاحي للسؤال. اقول له تناقص اعداد الجيش الفرنسي بسبب المعارك الداخلية والخارجية، اثنين ارسال الدولة العثمانية حملتين من العريش ودمياط، ثلاثة ننتقل إلى سؤال آخر. اتفاقية العريش زي ما قلنا كليبر عقدها عشان يخرج، لأن الحملة حالتها سيئة، قوة كتير بتطاردهم، منهم بقى في انجلترا والدولة العثمانية والشعب المصري والمماليك، كل ده خلاه يعمل يعقد اتفاقية العريش. طيب رفضت الحكومة البريطانية الاتفاق، موقفها بقى من اتفاقية العريش، وطلبت استسلام الجيش الفرنسي ويخرجوا من مصر بدون سلاح كأسرى حرب، كأسرى حرب. طيب سؤال آخر، طبعا كليبر اعترض مقرر